تقول إذا نسي الإنسان المرأة أو الرجل الوتر في الليل فكيف يقضى؟ يقضيه في الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، يقضيه في هذه الفترة ويشفعه. إذا كان يوتر بثلاث مثلا فإنه يصلي أربع ركعات بسلامه، إذا كان يوتر بخمس فإنه يجعلها ستا، يعني ثلاث تسليمات كل ركعتين بتسليم، وهكذا يشفعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا فاته الوتر من الليل فإنه يقضيه في النهار شفعا. نعم.